تاني يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصورة شوية. تغمقها ازاي؟ دي بيضة وزي الفل، دي قشطة. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شوية، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شاديه بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن دي حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعفوا البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه اتصدروا تلاقي اللي بره. كده برضه يا حبيبي يا هاشم. يا حبيبي بقول لك يا ام مصبي. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهوره؟ مش قوي. عمل كليب واحد اتعرض مره واتشال. اتشال ليه؟ بس كان خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا اعمل لها شريط، نجح نعمل لها التاني. أنا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الأموال العامة، فين محسن بيه هنداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز أقابله ضروري. خير يا فندم. في أوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافة محتوياته. ليه يا فندم؟ أكيد في حاجة غلط. أكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق أوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانة هنا امبارح. أنا في إيه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه. محسن بيه. محسن بيه. محسن بيه؟ في مصيبة بره. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ بوليس الأداب؟ لا مش بوليس الأداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الأموال العامة. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجة مع البنك ومجدولين. ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعثرنا شوية. علينا مبلغ ما يذكر حوالي 800 مليون دولار. أنا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. أنت اسمك إيه؟ فرج. يا فرج، هات الجسترينج بتاعتك. جسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاعها في حتة حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم، عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل حضرتك. جهزنا خلاص؟ تمام تمام. فص على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارساً على القصر بكافة محتوياته واعتباره أميناً عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا بيبي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان.
القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوايد، اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل ايه؟ فيه ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. واديكوا اتحفظت على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان، بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونه 100%، هتسدد البنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهله كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجه. طيب احنا هنعمل اعاده تقييم لاصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا عندنا الحقيقة، احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. إيه؟ يا أم إبراهيم. إيه؟ أم أحمد معاكي؟ موجودة يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنة الأساسية في البنية التحتية بتاعت مصر كلها. أنا مش شايف أي حديد خالص. لا، أصل النهاردة أصل نص يوم، بنشتغل بنص القوة بس. يعني اشتغل شغل كده، يلا يلا. أيوة اشتغل شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني تعمل صلاة النبي، شوف النار طالعة ازاي؟ شوف النار، كمان شوية نار حلوين. ايوه بس 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 كويس قوي يا حلمي. كام حديدة كده من النار بتاعتهم، التليفون في حتت مبلولة، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت السادة المحترمين عشان الأولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر حاجة زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من أفخر أنواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لرأس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى